السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم هريسة الذرة أو البسيسة زي ما كنا بنقول عليها زمان. أنا هنا عندي كيلو إلا ربع جي ذرة، جايبة لونه أصفر وجايبة الذرة الصفرا، جي الأصفر في أبيض حسب راحتك. وعندي هنا حوالي ربع كيلو جي عادي نخليه طبعا كويس. وعندي هنا 3 كوبايات سكر بالحجم ده، دول 2 وجي 1 أهي. وعندي باكو بودر، وعندي كوباية لبن، كوباية لبن كبيرة زي ما احنا شايفين، وعندي كوباية فيها سمنة على زيت، يعني ممكن تعمليها بزيت خالص او بسمنة خالص. انا هنا حاطة خليط سمنة على زيت. وعندي 4 بيضات بحط عليهم فانيليا، وعندي ربع معلقة كده صغيرة، معلقة الشاي صغيرة بكربوناته، وحط معلقة خل، خل الطعام. طبعا هنمسك السوائل، حاجات الجاف الناشفة، طريق السوائل نحطها كلها في الخلاط، نضربها في الخلاط، نحط البيض، نحط السكر، نحط الزيت والسمنة، نحط كوباية اللبن، ونحط معلقة، ربع معلقة كربوناتو، احط معلقة خل، معلقة خل كبيرة، بضرب كل الخليط ده كويس الخلاط، بنضربه كويس الخلاط، هضربه وارجع لكم عشان صوت بعد ما ضربت الخليط كويس في الخلاط بقى بالشكل ده. عندي هنا الجي الذرة والجي الابيض، بحط بيكنج باودر البيكو، وبنزل على الخليط اللي انا ضربته في الخلاط والمضرب اليدوي، وبحط معايا الجي الابيض، بقلب بقلب كويس قوي كده لحد الكيكه تتجانس، الخليط يتجانس مع الخليط السائل الجي. افضل اقلب كده تقلبيه كده عشان تدخلي لها هوا. بعد ما قلبنا الخليط كويس بالشكل ده زي ما احنا شايفين، عندك صينية مدهونة سمنة أو زيت ورش عليها مبطناها بالجي، بتنزلي طبعا بالخليط في الصينية، شايفين سمكها، بتنزلي بالخليط كده، بتكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180، وبتدخلي الصينية وبعد شوية بتهجي عليها الفرن عشان ما تتحرقش منه. بتعمليها معاملة الكيكة بالظبط، يعني كأنها صينية كيك. تنزلي الخليط كله، ده شكلها. طبعا انا مسخنه الفرن وهدخلها في الفرن اول ما تبتدي تغلي، وتروحي توطيه النار عليها. ودي هريسه الدوره بتاعتنا او البسيسه بعد ما طلعت من الفرن، طبعا وشها احمر كده، عملت لها اختبار بحرف السكينه لقيتها استوت من جوه. طبعا بتقطعيها ما بتبرد، انا هقطعها دلوقتي شويه سخنه كده وراها لكم. طبعا حته كده بالراحه، هي لسه سخنه طبعا، مش طلعت حته منها زي ما احنا شايفين بشكلها. طريه خالص وجميله، ان شاء الله تعجبكم.